انت اتفرجتي على المسلسل الامريكاني؟ ادوني 5 حلقات وبعد كده قالوا لي مش هتتفرجي على حاجه تاني. اتفرجت على 5 حلقات. خدت لمحه. لمحه عشان ما تقلديش ولا لمحه عشان تسترشدي؟ لمحه علشان استرشد لانه في الاخر دي اللي المفروض هند في ال. لكن المسلسل مختلف يعني. المسلسل نهايته حزينه جدا بالنسبه لنهايتنا. واحنا ما كناش عايزين نهايه حزينه مع ان احنا قعدنا نتناقش كتير في الموضوع ده. مختلف. اقول لك على حاجه يا هند. مفيش نهايه حزينه. هو في نهايه. والنهايه دي في سنه الحياه حتما اتي. كلنا عارفين اللي لنا نهايه النهارده او بكره او بعده. والنهايه قربها او بعدها مش مرهون بمرض. ده حقيقي. مرهون بقدر محسوب عند ربنا. هي الفكره الطريق الباساج الجيرني. ده حقيقي. يعني لو الواحد فكر في المرض ده او في غيره هيلاقي انه لاي سبب من الاسباب ده سبب اي حد فينا او في اللي حوالينا بعد الشر ممكن يعني حياته تنتهي في لحظه. الست اللي جات لي التصوير اللي بتحارب باللوكيميا للمره الثانيه ربنا يشفيها يا رب. قالت لي انت عارفه انا في يوم كده ايقنت انه مش المرض اللي بيموت. صاحبتها الانتيم اللي هي شايلاها عملت حادثه توفت. الموت بيجي مش السرطان اللي هيموتنا. صحيح. يعني انا كنت